السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدي الحاج الحسين ملكي اسمك بعد تعريفك لحياتك لمسائلك لبعض المقتطفات. سيدي اسمي الحسين بالمحفوظ فصيح. الأولاد 9 اللهم لك الحمد من الحامدين الشاكرين. أخوك طالب يعني فقيه منذ 1964 64 شديت الجامعة الأول، استغرقت فيه 9 سنين، خرجت إلى المسجد الآخر والمسجد الآخر إلى آخره. يالله خرجت من واحد لآخر، كنت فيه 6 سنين. المهم ها كأنني استغرقت 45 عام فقيه شرط، لكن ما يتعلق بي يعني حكومة أو جهة الأوقاف طرد لينا البال لا. واش كاين دابا الان دابا الائمه اللي كبروا في السن وربما ما بقاوش قادرين باش يزاولوا المهام ديالهم، او انهم وزاره الاوقاف ما بقاتش خلاتهم؟ لان كيقول لك راه 45 عام ما غاديش تشرط باقي. واش كاين شي حاجه كيعطيكم شي تقاعد شي امتيازات يعني؟ واش رد اللي يكون البال ولا ما كاين والو يعني؟ اسيدي لا، كان يا كان ش كان ش كان ملي كنت انا مشارط غير حيت من الجامعة. ها 72 عام 72 عام الان وصل 72. ايوا تقطع داك الشيء حتى داك من داك 36 100 ريال اللي كان كيتعطوا راه تقطع عليا من نهار خرجت من الشرط. اما داك كيقولوا 16000 ريال او 20000، هذاك الشيء ما شفت انا الى الان والى ما شفت شيء. اذا المتقاعدين ما عندهم والو، ما كاين والو. كاين الاخرون ماشي المئات بعالي والو، مشاو ضحيه. ما كان اللي يقول لهم لا استفدتوا ولا كلتوا انتوا ولا اولادهم. او اذا اش غطلب دابا الان اش هو أيوة اللي قاعد يردوا لنا البلا سيدي. انا كنقول ونعاود، ما ضاع حق وراءه طالب. حنا كطالبين تابعين الحقوق حتى ان اقتضى الحال الى ائمه جميعا المتقاعدين اللي فات 60 وكذا كذا. ندير المحامون نديرو 40 قدرنا عليهم، واحد العدد ديال الطلبه ديال الفقهاء في الاقاليم ديال المغرب. الى اجتمع سرا نديرو 100 محامي ونخلصوهم. واش كاينين طلبه بحال الائمه الفقهاء اللي كبار في السن وعندهم معلومات مهمه وفقهاء وقاعدين؟ ما كاين. نعم سيدي موجودين اللي كيبحث عليهم. وزاره الاوقاف كتعطيهم شي حاجه؟ لا كيقولوا كيعطيهم التقاعد والو. مازال ما شفنا شيء. حنا تلاقينا كاين اللي قال لك تعطيو 3000 ريال في الشهر. انا ما كنشد لا ولا واحد العدد الى غيرك غير السماع اقوال. واش 3000 تقاعد؟ ولا اش قال 3000 تركب بهم ولا كذا؟ لا، هذا 3000 ولا 4 كل لو كان جول سعودي 3000 سعودي هو يقدر اسمعوا. اما اذا كان 3000 ديال هنا لا والو. وازدي الحاج اش غتقول لي في هذه الحركه ديال الطلبه ديال تينغير اللي ناضوا ديال الوارزازات وديال الرباط اخر الوقفه ديال الرباط؟ اسيدي الله يرضى علينا وعليهم، يعني ناضلوا وقلعوا رؤوسهم خلاو ولادهم وركبوا مشاو للابعاد. اسميتو حنا شاركين معاهم في القلوب، في
في معهم معهم الله الله تعالى معنا ومعهم، الله يوفق الخير الله يسر. بعض الناس وبعض بعض الجمعيات في المجتمع المدني وربما في الوزاره وفي الداخليه كيتهموهم تيقولوا راهما كاينين مع العدل والاحسان، كتدعم العدل والاحسان. شنو الراي ديالك؟ احنا مع الله، مع الحق، مع يد الله، مع الملك، مع الحقيقه. خصني يردوا لي البال، حنا ماشي مع الوزاره لا هذيك الاحسان ولا العدل ولا ولا، حنا مع لا اله الا الله الرايه الحمراء. حنا مغاربه غير مطالبين حقوقنا، لا يقولوا لنا نميلوا لهذا الشيء ولا ما جي، حنا مع لا اله الا الله محمد رسول الله. انما المؤمنون اخوه، حنا كاع في اي امس منهم، ماشي العدل هما وحدهم ولا هذوك وحدهم، حنا الاخوه المواطن الله، الوطن الملك الله، الوطن نحن المواطنون، نطلبوا له حقنا ويحقق الجميع، الطلبه فوقها فضلنا الله وكرمنا الله تعالى وهكذا. اذا المطالب ديالهم واش مشروعه ولا ماشي مشروعه؟ مشروعة سيدي، مطلوبة مشروعة، اطلبوه فاسألوه، مطلوبة، حنا كنطلبوها، ليست بكذبة، لا مطلوب، الله يقربها لنا ويبينها لنا ويسرها لنا. ولكن بعض الناس كيقولوا أنتم فقهاء، ما خصكم تخرجوا للشارع وتغوتوا وتقولوا راه بغينا الحق ديالنا، خصكم تجلسوا وتصنتوا. إذا هذا كيخوفونا. والله حاشا، هذا اللي طالب وفقيه وبعقله، وإلا تقال ليه أكثر من هكا ليس بمناظم. حنا مناظم طلب حقك، واش عنده الموت يقتلك، عنده زيادة لا سكن ولا كذا كذا إلا عند الله. إذا أخيرا سيدي الحاج، شنو هي الرسالة اللي توجهها للرأي العام، الناس اللي تيسمعوك، والرسالة اللي غتوجه للطلبة الفقهاء والأئمة كلهم؟ الأئمة كنسلم على الجميع، خوكم مشهور يعني شرقا وغربا في المملكة المغربية، اللي رئيس ولا مرؤوس، الله يعاون، الله يعاوننا حنا ولا نتوما، الله يوفقنا حنا ولا نتوما، الله ياخذ بيدنا حنا ولا نتوما، الله ينصرنا، الله يعطي يبين لنا الحق حتى نشوفوه عينا معين ان شاء الله. والناس الاخرين اش غتقول لهم؟ المجتمع المدني، الجماعات، سميتو الله يهدي الجميع، الله يوفق الجميع، الله يرد بال الجميع. والوزاره، الوزاره اش غتقول لها؟ وزاره الاوقاف السيد احمد توفيق، استاذ او دكتور احمد توفيق، والجميع خصنا سيدي المسؤوليه، خصنا راه ناخذوه الى ما خدناه هنا، الى ما خلصنا يخلص لنا يوم القيامه. ايها الوزير توفيق، الى ما رديت لنا البال، الى ما حلت لنا الابواب المغلوقه المسدوده على الطلبه، على حمرات القران، على مول 70 عام، على مول 80 عام، بحالي وبحال، وانا كنبكي للاخرين، حنا دوزا سميتو الاولاد ديالنا، ولاد الطلبه، فقهاء كبير وصغير، ارد لهم البال وتصنت ليه حتى ان اقتضى الحال، يعني تصادف معاه وتلاقى معاه ويقول لك وشد منه الكلمه الصحيحه، جي عندي تلاقى معاني، هاد التسميه ديالتي راه وجدها لك، لا اخاف الا الله، انا مناضل، انا كيحبني جميع المواطنين وخاصه سادتنا الطلبه، الله تعالى يقول: ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، اصطفينا، ولماذا لم تصطفي خوتك؟ واصطفاهم الله، اصطفاهم الله، اصطفانا الله، الله يزيدنا زياده وحول. الله يسلمك. كنشكرك سيدي الحاج فاصل، حياكم الله. واخيرا اش غتقول للطلبه الائمه والفقهاء؟ هادو قالوا لهم راه كاين الحوار، الا جاب الله ما فتحوا معهم الحوار ما كاين حتى شي حاجه، غيديروا من بعد؟ يواصلوا النضال ديالهم ولا اش غادي يديروا؟ يواصلوا المسيره ديالهم ولا اش غيديروا؟ احنا الحمد لله الى الموت، الى النهايه،
حنا مع سميتو لا اله الا الله، سواء بعيد او قريب. خوتنا فين ما قالوا لنا نتلاقاو فيه، بعيد ولا قريب، حنا متفقين على هكا. جزاكم الله خير.